بناتي وأبنائي الأعزاء، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضراتنا في الهيستولوجي والجيناتيك. أهلا بيكم يا سنة أولى في بداية مديول جديد بنتكلم فيه عن الماسكلوسكيلتا. وقبل ما أبدأ حابب أشكركم على كل حاجة جميلة، على رسائلكم اللي مليانة مشاعر وعلى أسئلتكم اللي ما بتخلصش. ده معناه إن أنتم مجموعة من الطلبة الشاطرة المتميزة اللي إن شاء الله بإذن الله هنشوفها قريب متخرجة ومن أفضل الدكاترة، مش هقول لكن يعني من أفضل الدكاترة إن شاء الله وبإذن الله. خلونا نبدأ النهاردة أول محاضرة لينا عن الكارتريج. وفي الكارتريج عايز أقول إن مفيش حد فينا في سنة أولى إلا لما تسأل من حد من قرايبه، بداية من بابا وماما لحد جده، يا ابني ركبي بتوجعني أعمل إيه؟ وطبعا احنا مفيش عندنا غير اجابة واحدة، وهي يا بابا تلاقيهم شوية كونكتيف تيشو وتعدي او ربنا هيسهل ان شاء الله. الحقيقة هي المسألة كلها شوية كونكتيف تيشو زي ما احنا شايفين. فنبدأ مع بعض محاضرة الكارتليج عشان نعرف نرد على حبايبنا وقرايبنا. عشان نتكلم عن الكارتليج هنتكلم عن ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية هي الاستراكشر، الحاجة الثانية هي السيلز، وبعدين نتكلم عن أنواع الكارتليج. في كل نقطة من ثلاث نقط دول هنتكلم عن ثلاث نقط تانية أو تفصيلية. في الاستراكشر هنتكلم عن البريكوندريوم والماتريكس والسيلز. عن السيلز هنتكلم في انواع السيلز الثلاثه، هي الكوندروجينيك سيل والكوندروبلاست والكوندروسايت. انواع الكارتريج كمان ثلاثه، اللي هي الهايلاين كارتريج، الاستيك كارتريج، اند فايبرو كارتريج. يبقى احنا عندنا 9 نقط او 8 نقط الحقيقة، لو غطيناهم يبقى احنا غطينا الكارتريج. وان شاء الله المحاضرة بتاعتنا ما هيش طويلة ومذاكرتها هتكون اسهل ما يمكن، يعني مش هتاخد مننا اكتر من ربع ساعة بالكتير. ده وقت في البداية عايز نحط نبذة بسيطة عن الكارتريج. بقول ان الكارتريج ما هو الا كونكتيف تيشو. هتسألني وهو ايه الكونكتيف تيشو؟ طبعا انتوا حافظين وعارفين وشاطرين ان الكونكتيف تيشو ما هو الا مجموعه من السيلز والفايبرز اجتمعت مع بعضها واحاطت نفسها ببيئه من الماتريكس، واحنا بنصبها في اي مكان محتاجين نعمل فيه كونكشن، علشان كده سميناه كونكتيف تيشو. يبقى الكونكتيف تيشو هو ايه؟ سيلز وفايبرز وماتريكس. الكونكتيف تيشو ان جنرال بنقسمه الى نوعين، كونكتيف تيشو بروبر وسبيشال تايب اوف كونكتيف تيشو. الكونكتيف تيشو بروبر اللي كنت بتكلم عليه من شويه، اللي فيه الماتريكس جيلي ماتريكس. يبقى لما الماتريكس بتاعتي تكون جيلي عامله زي الجيلي، يبقى الكونكتيف تيشو ده بسميه كونكتيف تيشو بروبر، وبقسمه تقسيمات كتير قوي وانواع كتير قوي، مش وقتها دلوقتي. لكن لو الماتريكس دي سبتها على النار شويه لحد ما بقت فيرم او رابري ماتريكس هسميها كارتريج، لكن لو سبتها على النار شويه لحد ما تنشف وتبقى هارد هسميها بون. نسيت وحطيت عليها ميه كتير وبقت وتري، يبقى هسميها ايه؟ هسميها بلاد. يبقى اذا البلاد والبون والكارتريج ما هم الا سبيشال تايب من الكونكتيف تيشو. ليه صنفناهم كونكتيف تيشو؟ علشان التلاته متفقين مع الكونكتيف تيشو بروبر في ان هم بيتكونوا من رقم 1 سيلز، رقم 2 فايبرز، رقم 3 ماتريكس. طب الكلام ده بينطبق على البون؟ طبعا بينطبق على الكارتليج، طبعا بينطبق على الكارتليج. تعال نشوف الكارتليج كده هنلاقيه بيتكون من سيلز وفايبرز وماتريكس. الماتريكس بتاعت الكارتليج زي ما كنت بحكي لكم من شويه بتتميز بان هي رابري او فيرم،
وبالتالي بتبقى فليكسيبل. عارف لما تمسك الاستيكه كده تلاقيها شويه فليكسيبل، لكن ريزيست الميكانيكال استرس. يبقى دي اهم ميزتين في الماتريكس بيميزوا الكارتريج وبيخلوه يتحط في اماكن تتحمل هذا الميكانيكال استرس. لكن الكارتريج زي الموبايل بتاعك بالظبط، زي ما انت بتحب تحط على الموبايل بتاعك كفر، برضو الكارتريج بيحب يحط حوالين نفسه كفر. هذا الكفر بنسميه بيريكوندريا. يبقى البيريكوندريا من نفس شركة الكارتريج ونفس التصنيع، لكن بيختلف في الاستراكشر بتاعه عن الكارتريج بروبر. وبالتالي الاقي الكفر ده مغطي كل الكارتريج فيما عدا الشاشه، اسف، فيما عدا الارتيكولار سيرفيس. ليه؟ لان انا عايزه سموث. يبقى اذا البيري كوندري ما بيخليش الكارتريج سموث. امال ليه ربنا خلق لنا البيري كوندري؟ هنعرف قصه الحكايه بعد شويه. الكارتريج نون فاسكولار. يعني ايه نون فاسكولار؟ يعني مالوش بلاد كابيلاريز داخله جواه، مش ملوش بلاد سبلاي، ليه بلاد سبلاي، لكن ملوش بلاد كابيلاريز داخله جواه، وبالتالي بنسميه نان فاسكولار. وطالما ما فيش بلاد كابيلاريز يبقى ما فيش لينفاتيك، وطالما ما فيش الاثنين يبقى ما فيش نيرفس واصله للكارتريج البروبر. لكن مش هننسى ابدا ان البريكوندريوم ما هوش بالظبط زي الكفر بتاع الموبايل، ده جزء من تكوين او تركيب الكارتريج. الكارتريج بياخد النارشمنت بتاعته منين؟ بيتغذى منين؟ بيتغذى من السراوند. بمعنى لو كان السراوند بتاعه بريكوندريا خلاص يبقى سهل قوي هياخد التغذيه بتاعته منين؟ من البريكوندريا. طب لو ما كانش ليه بريكوندريا زي الارتيكولار كارتريج زي ما هنشوف في بعد شويه، هياخد من الفلويد اللي موجود جوه الجوينت اللي بنسميه السينوبيال فلويد. يبقى دي نظره عامه كده الاول عن الكارتريج. نتكلم في اول نقطه اللي هي الاستراكشر اوف ذا كارتريج. بيتكون من ثلاث حاجات: بيريكوندريوم والماتريكس والسيلز. البيريكوندريوم، البيريكوندريوم انا بعتبره مرحله وسط ما بين الكونكتيف تشو بروبر وما بين الكارتريج. بما ان الكارتريج نوع من انواع الكونكتيف تشو لكن سبيشال تايب من الكونكتيف تشو، بما ان هو ايفاسكولار وبالتالي محتاج نتريشن، فربنا بيخلق له طبقه من نفس الطينه من نفس الخامه، لكن بتتميز بايه؟ رقم واحد ان هي الطبقتين في حقيقتها. الطبقه اللي بره بتبقى كونكتيف تيشو بروبر. يعني ايه كونكتيف تيشو بروبر؟ يعني ريتش ان بلاد كابيلز، عباره عن كولاجين فايبر وريتش ان بلاد كابيلز. طب والطبقه الثانيه دي خلاصه الكارتريج. يعني ايه خلاصه الكارتريج؟ يعني مليانه سيلز من اللي بتصنع الكارتريج اللي بنسميها الكوندوبلاست. يبقى اذا انا اقدر اميز الطبقه اللي هو الغلاف الخارجي للكارتريج ده لغلافين. الغلاف الاولاني بيبقى كونتاكت مع البيئه الخارجيه للكارتريج واللي غالبا بتبقى كونكتيف تيشو بروبر، وبالتالي هي متصنعه من نفس البيئه الخارجيه اللي بسميها اوتر فايبرس لاير. وبعدين في طبقه تانيه جواها متصنعه من الكوندروبلاست والكوندروجينيك سيل. الاثنين دول هم المعنيين او المسؤولين بشكل رئيسي عن تصنيع الكارتريج. يبقى ده اللي هو مين؟ البريكوندري. يبقى البريكوندري عباره عن تو لايرز بيغطي الكارتريج كله فيما عدا الارتيكولار سيرفيس. ادي الصوره بتاعتنا وادي الكارتريج اللي هو ده الخط الابيض الجميل ده، ده ارتكلر سيرفيس. شايفين ازاي قد ايه هو سموث؟ لكن لما هينزل تحت كده ويبقى ما هوش سموث اهو، هيبقى كونتاكت مع مين؟ مع الليجامنت. اللون الاحمر ده البينك ده ليجامنت، واللون الابيض ده كارتريج. فوق بقى ارتكلر، تحت ما هوش ارتكلر. فهلاقي البريكوندريوم هنا علشان يتصل بمين؟ علشان يتصل بهذا الليجامنت. البريكوندريوم بالتالي نقدر نعرف الفانكشن بتاعته من خلال اللي انا قلته من شويه. ايه الفانكشن بتاعت البريكوندريوم؟ اكيد مسؤول عن النارشمنت. رقم اتنين اكيد مسؤول عن الاتاشمنت بتاع الليجامنتس والتندون والجوينتس والفايبرز اللي بره الجوينت. يبقى رقم اتنين
هل ليه رقم؟ يبقى رقم واحد، رقم واحد زي ما قلنا بيعمل اتاش، بيعمل بروفايد اتاشمنت لكل الحاجات اللي عايزه تعمل اتاشمنت للبون. الحاجه الثانيه بيعمل نارشمنت للكارتش. الحاجه الثالثه المهمه انه بيعمل ابوزيشنال جروث. يعني ايه ابوزيشنال جروث؟ يعني لو عايز الكارتش بتاعي ده يكبر، هو مسؤول عن ان هو يكبر الكارتش. طبعا ده بيحصل في النيونيت والتشايلدود، لكن في الادلتود فيري رير ان يحصل جروث للكارتج، لانه بيبقى ثابت زيه زي البون. ده بالنسبه للبريكونديم. طب دي صوره للكارتج صح؟ فين البريكونديم؟ هو ده البريكونديم. لاحظ معايا كده البريكونديم، الحته اللي بره دي بينك قوي، والحته اللي جوه دي فيزوفيليك قوي. اللي بره دي بينك قوي عشان فيها كولاجين فايبرز كتير، يبقى دي اللي بسميها الاوتر فايبرس لير، لكن اللي جوه دي فيها سيلز كتيره، فالسيلز خلتها شويه بيزوفيليك، علشان كده بنقول انر سيلولار لير. يبقى البريكوندريم بيتكون من اوتر فايبرس لير وانر سيلولار لير. احنا شايفين هنا البريكوندريم وهو متصل بالليجمنتس، يبقى احيانا يتصل بالليجمنت، احيانا يتصل بتندون. يبقى اي حاجة عايزة تتصل بالبون وتلاقي الكارتريج هو اللي في وشها، هتروح علشان تتصل بالكارتريج ده او تعمل اتاش من الكارتريج ده، مش هتعرف الا لو لقيت بيريكوندريا. في غياب البيريكوندريا مفيش اتاش من للكارتريج. نفس الكلام ونفس الفكرة. الماتريكس بقى، احنا كده اتكلمنا عن البيريكوندريا، تيجي نتكلم عن الماتريكس. الماتريكس هي نفس الماتريكس بتاعت الكلية كونكتيف تيشو، بس فيها موديفيكيشن. هذا الموديفيكيشن ليه هدف واحد بس، ان هو يقدر ياخد او يسحب النيوتريشن من البلاد كابيلاريز اللي موجوده في البريكوندريوم ويدخلها جوه الكارتريج عشان تغذي السيلز اللي عايشه جوه هذا الكارتريج. لكن هي عموما لو انا بتكلم عن الماتريكس خاصه اللي هي بيور ماتريكس هيلاين كارتج، يعني بيبقى سيمي ترانسلوسنت بلو جراي ان فريش ستيم. مش مشكله يعني ان احنا نبقى عارفين شكلها، لكن المهم ان الكارتج ده يبقى شكله رايق شويه. بيبقى بيزوفيليك لو انا بصبغ الشريحه بتاعتي بالهيماتوكسيلين واليوسين. الكيمستري بتاعها الحقيقه مش مهم خالص في الهيستولوجي وما نحفظوش، لكن انا عايز بس تبقى عندنا نفس الفكره اللي بقول عليها دي، ان الماتريكس هدفها الرئيسي من تركيبتها الكيميائيه ان هي تعمل تسحب الميه وتسحب الاكسجين من البلاد كابيلاريز اللي موجوده بعيده قوي في مسافه بعيده بالنسبه للسيلز اللي جوه الكارتش. عشان كده بلاقيها متصنعه من بروتوجلايكين وجلايكوزا او جلايكوزا ماين وجلايكينز، زي الكوندريوتين سلفيت والكراتين سلفيت. فيها بروتوجلايكين، فيها كوندرونكتين، فيها كولاجين فايبر تايب 2. وهنا السؤال، هو الكولاجين فايبر ده جزء من الماتريكس ولا منفصل عن الماتريكس؟ لا طبعا جزء من الماتريكس، وربنا خلقه تايب 2 علشان يؤدي نفس الوظيفه. الكيمياء بالشكل ده بالفايبرز دي هي اللي بتخلي الماتريكس بتاعتي كان ريزيست الضغط عليه. يبقى دي اللي احنا قلناها في الاول في الفانكشن اوف ذا كارتريج. ايه رايكم؟ احنا كده خلصنا البريكوندريم وخلصنا الماتريكس، بس ما خلصناش السيلز. لا، ما هي السيلز ايتم لوحدها. طب تعالوا بقى نتكلم عن السيلز. لما هتكلم عن السيلز هتكلم عن ثلاث انواع من السيلز: الكوندروجينيك سيل والكوندروبلاست والكوندروسايت. الكوندروجينيك سيل دي خليه. معناها ايه كوندروجينيك سيل؟ يعني هي اللي بتخلق السيلز بتاعت الكارتريج، مش بتصنع الكارتريج. يعني هي بتصنع السيلز اللي بتصنع الكارتج، يعني هي بقى اللي ايه ما حصلتش صح. بتيجي من خليه مامتها او خليه ام اسمها انديفرانشيتد ميزنكيمال سيل، ودي خليه معجزه تحطها في اي بيئه تديك اي سيل لاين. يعني تحطها في بيئه معينه تديك كوندروجينيك سيل، تحطها في بيئه ثانيه تديك اوستيوبلاست اوستيوجينيك سيل، تحطها في بيئه ثالثه تديك الفايبرو بلاست، تحطها في بيئه رابعه تديك الفات سيل الاديبوسايت. يعني هي خليه شاطره وناصحه وماليابول، يعني عندها استعداد تديك اي انواع من السيلز، بس اديها هي البيئه المناسبه والنيوتريشن
المناسبة، حتى هي من الخلايا اللذيذة اللي هيشتغل منكم في الستيم سيل ويوصل للاندفرنشيت ميزنكيمال سيل دي، سواء من الامبريكال كورد او سواء من كام من البون مارو، هيبقى سهل قوي قوي ان هو يشكلها ويوجهها في الاتجاه اللي هو عايزه بايه؟ بالنيتريشن اللي هو هيحط لها. وبالتالي لو هنتفرج عليها هنلاقي الكوندروجينيك سيل بنقول ان هي جايه منين؟ جايه منين؟ من الاندفرنشيتد ميزنكيمال سيل. شكلها ايه؟ شكلها سبيندل شيب، ليها نيوك طبعا، ليها نيوكليس وبيزو وفيليكس سيتوبلازم. طيب الخليه دي لما تكبر شويه كده وتعقل وبعدين ربنا يهديها كده هتتحول ليه؟ هتفضل كوندروجينيك سيل؟ لا، انا لسه قايل لكم من شويه ان هدفها الرئيسي ان هي تدي كل انواع السيلز بتاعت الكارتريج اللي هي اولهم الكوندروبلاست. يبقى هي لما تكبر شويه كده هتتحول الى كوندروبلاست، بس طبعا لما تعمل سيل ديفيجن كتير. ادي الخليه اللي لسه بحكي لكم عليها من شويه اللي هي الاندفرنشيت ميزنكيمال سيل، ممكن تدي اديبوسايت، ممكن تدي اوستيوروجينيتور سيل، ممكن تدي كوندروجينيك سيل. السيلز دي هتتحول وتديني ديفرنت تايبس اوف تيشوز، دي اللي هي الاندفرنشيت ميزنكيمال سيل. يبقى كده خلصنا خليه اسمها كوندروجينيك سيل. تيجوا نتكلم عن الكوندروبلاست، لسه قايل لكم شويه ان الكوندروجينيك سيل لما ربنا يكرمها كده وتكبر في السن شويه يعني وتنقسم كده وتعجز سنه صغيره تتحول الى فيري اكتيف سيل بسميها الكوندروبلاست. هي دي الخليه بقى اللي هتصنع لي الكارتريج، عشان كده بسميها كارتريج فورمينج سيل. يبقى الخليه الاصليه اللي بتصنع لي الكارتريج هي مين؟ الكوندروبلاست ولا الكوندروجينيك سيل؟ والله انت بقى وشطارتك وقراءاتك، يعني انت ممكن تعتبر دي هي الاصليه وممكن تعتبر دي هي الاصل، لكن على اي حال لازم اعدي على الكوندروبلاست. بمعنى ان الكوندروجينيك سيل ما تقدرش لوحدها كده تقول لي طب وانا يعني وانا محتاج ابقى كوندروبلاست، طب ما انا اقدر اصنع. لا، ما بتقدرش تصنع. طول ما هي كوندروجينيك سيل يبقى الاكتيفيتي بتاعها ضعيف، لكن عايز تصنع بون يعني اتفضلي تحولي الاول الى كوندروبلاست. لما تتحول لكوندروبلاست ما يبقاش شكلها، مش هتغير في شكلها كتير، لكن هتغير في الاكتيفيتي بتاعها. فالنيوكليس عندي هتبقى هايبر اكتيف، يعني كل الجينز اللي كانت موجوده في الكوندروجينيك سيل وخملانه ونيمانه ونعسانه دلوقتي هتصحصح وهتشرب قهوه وهتفوق معايا. اوكي، يبقى النيوكليس بتاعتي هتبقى اوفال وسنترال وبيل نيوكليس. ومعنى كلمه بيل نيوكليس يعني فيري اكتيف نيوكليس. طب والسيتوبلازم؟ اوه، السيتوبلازم ما عادش فاضي، السيتوبلازم بعد مليان ريبوسومز. ليه؟ علشان يصنع كميه كبيره منين؟ من البروتينز. طب يا ترى البروتينز اللي انا هصنعها دي ايه فايدتها؟ هي مين البروتينز دي؟ ما هي دي الماتريكس وهي دي الكولاجين فايبر. يبقى اذا الكوندروبلاست هي اللي هتصنع لي الماتريكس وهي اللي هتصنع لي الكولاجين فايبر تايب 2 اللي موجود جوه الكارتريج. عشان كده بص كده لما تشوف الاي ام بتاعها هنلاقيها بروتين سينسيسايزنج سيل، يعني النيوكليس بتاعتي بيل نيوكليس، سوري بيل نيوكليس، هلاقيها يو كروماتيك نيوكليس، والسيتوبلازم بتاعي ريتش ان راي ار اي ار، وفي رايبوسومز وفي وفي جولجي اباريتس وفي ار وفي ميتوكوندريا. كل ده من علامات ان الخليه دي نشطه وبتصنع بروتينز. الفانكشن بتاعتها بقى خلاص ما احنا عرفناه، بتصنع الكولاجين تايب 2 والبروتينز والماتريكس. كمان شوف بقى بتتحول هي الى كوندروسايت، وهذه الكوندروسايت هي التركيبه الرئيسيه بتاعت الكارتريج. يبقى هي اكشوالي صنعت لي كل الايتمز اللي بتخلق منها الكارتريج، صنعت لي الماتريكس، صنعت لي الفايبرز، وصنعت لي كمان السيلز اللي هي مين؟ اللي هي الكوندروسايت. يبقى الكوندروسايت بتيجي من الكوندروبلاست. كمان بتعمل لي ما يسمى بالابوزيشنال جروث، لسه متكلمين عنه شويه واحنا بنتكلم في ايه؟ في البريكوندريم، لان الطبقه الداخليه من البريكوندريم ما هي الا مجموعه كبيره من الخلايا اللي اسمها الكوندروبلاست، ومعاها شويه من الكوندروجينيك سيل. يبقى ده البريكوندريم اللي جوه دي الانر سيلولار لير، وشايفين الانر سيلولار مليانه كوندروبلاست، اللي بره ده طبعا اوتر فايبرس لير. الكوندروبلاست دي لو انا عايز الكارتلج ده يكبر اخلي الكوندروبلاست دي تبدا تصنع لي ماتريكس والماتريكس اللي تكبر لفوق، تصنع لي كولاجين فايبر والماتريكس تطلع لفوق كده، وهي تتحول لكوندروسايت بالشكل ده يقوم دي الطبقه دي تطلع لفوق كده. يبقى ده ابوزيشنال جروث،
اسمه ايه؟ ابوزيشنال جروث. اوكي، مين اللي عمله لي؟ الكوندروبلاست. تعالوا كده نشوف الابوزيشنال جروث دي، لو قلنا دي كارتليج عايز اعمل لها جروث، هعمل من السنتر ولا من بره؟ لا من بره. نشوف كده. مين اللي رسب لي الكارتليج الجديد ده؟ الكوندروبلاست اللي كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في البريكوندري، يعني انا نقلت البريكوندري من هنا وديته هنا، فالمسافه دي زادت عندي في الكارتليج، فبنسمي النوع ده من الجروث ابوزيشنال جروث. امال ايه بقى الكوندروسايت؟ اخر حاجه في السيلز، الكوندروسايت هي كوندروبلاست عجوزه شويه، يعني الاكتيفيتي بتاعها قل شويه، يعني ما عادتش بتصنع الكارتريج، هي اصلا جايه من الكوندروبلاست اللي هي بتصنع الكارتريج، يبقى هي الماده الخام بتاعت الكارتريج. مين دي؟ الكوندروسايت. الكوندروسايت هي الكارتريج، هي الكارتريج نفسه اللي هو الكوندروسايت دي، هي مين؟ زي المصل سيل، هي المصل كده، يبقى الكوندروسايت هي الكارتريج نفسه، بس بالمره وهي قاعده بتراعي الكارتج بتاعها، بتراعي البيئه اللي حواليها، بمعنى لو في شويه فايبرز وقعوا نصلحهم، لو في شويه ماتريكس وقعوا نظبطهم، لو في شويه سيلز عايزين نتريشن نغذيهم، وهكذا. يبقى اذا الكوندروسايت لو اشوفها باللايت ميكروسكوب هي نفس الكوندروبلاست بس اقل منها شويه، لكن بتاخد شكلين، الشكل الاولاني لو كان في البريفري بتفضل شكلها الليبتيكال قريبه من الكوندروبلاست، لكن لو دخلت في السنتر هتبقى راوندد. طبعا هي السنتر ازاي؟ كوندروبلاست هتبقى كوندروسايت، وبعدين نكبر شويه يبقى الكوندروبلاست بقى كوندروسايت، والكوندروسايت اللي جوه هتبقى راوند، وهكذا. بالاي ام زي الكوندروبلاست، بروتين سينثيسايزنج سيل مره تشتغل في ايتين، هي ما عندهاش شغلانه جديده، الفانكشن بتاعتها قريبه قوي من الفانكشن بتاعت الكوندروبلاست بس خلافات بسيط، يعني الكوندروبلاست كانت بون فورمنج سيل، لا دي هتشتغل في الصيانه. دي هتشتغل في ايه؟ في الصيانه، فهتبقى مينتننس سيل. دي هتبقى حتى مكتوب فوق في التايتل فوق اهو مينتين كارتريج، دي المين فانكشن بتاعتها، يبقى المين فانكشن بتاعتها مينتين ايه؟ كارتريج، يعني شويه زي ما كنت بحكي لكم من شويه لو في حاجه وقعت هنصلحها. كمان بتعمل ديفيجن، المين يمين؟ الكوندروسايت. الكوندروسايت بتعمل ديفيجن، فعلشان كده بلاقي الخلايا بتاعتي موجوده جوه الماتريكس في فراغ افتراضي. هذا الفراغ الافتراضي ممكن الاقي فيه خليتين جنب بعض، يبقى ده معناه ان الكوندروسايت انقسمت مراحل. ممكن الاقيهم اربعه سيلز جنب بعض، ده معناه ان الكوندروسايت انقسمت مرتين. ممكن الاقيهم ثمانيه سيلز جنب بعض، اعرف ان الكوندروسايت في الحاله دي انقسمت الى ثلاث، انقسمت بثلاث مرات الى ثمانيه سيلز. مجموعه السيلز سواء كنا اثنين او اربعه او ثمانيه بنسميهم ايزوجينيوس جروبس او سيل نست. هذا السيل نست موجود جوه فراغ بيعملوا نفسه جوه الماتريكس، ماشي، بيعملوا برضه بالماتريكس زي ما هناخد بعد شويه علشان يعيش فيه هذه المجموعه من السيلز ونسميها سيل نست. طبعا دي هي الكارتريج، ما هو الكارتريج ايه؟ ما هو الكارتريج ماتريكس وسيلز، هي دي السيلز اللي احنا بنتكلم عليه. كمان ممكن لو الكارتريج عايز يعمل جروث هي بتساعدنا في الانترستيشيال جروث. الانترستيشيال جروث، الانترستيشيال جروث يعني بيجي من السنتر، شيء طبيعي السيلز اللي جوه دي لما تنقسم الحجم بتاعها هيروح فين؟ هيطلع لبره، هيبقى في صوره ايه؟ جروث لبره، بنسميه انترستيشيال جروث. يا رب يكون رسمين وما رسمناهوش لسه. طيب يبقى اذا السيلز دي لما تنقسم، شايفين الاول السيلز موجوده في مجموعات ازاي؟ دي بسميها سيل نست، دي خليتين ده خليتين ده خليتين، دول اربعه دول ثمانيه وهكذا، يبقى دي بنسميها ايزوجينس جروب او سيل نست. يبقى ده الصوره جت اهي، ده اللي هو كارتريج. عايز اكبره منين؟ من السنتر، من الحته دي، يعني البريكوندريوم ده هيطلع لفوق كده، بس انا مش هضيف من بره. طب هيحصل ازاي؟ بص كده، ده اسمه ابوزيشنال جروث. اللي بيعمله مين؟ الكوندروسايت. الكوندروسايت زي ما احنا شايفين عباره عن سيلز موجوده جوه لاكوني او فراغ وهمي زي ما قلت لكم. نوعين، في نوع من الكوندروسايت موجود في البريفري وفي نوع تاني موجود في السنتر. في البريفري بيبقى شغلها بس الليبتيكال، مفيش فيها اكتر من كده، وبتبقى عاده واحده بس جوه اللاكون. لما هتنقسم هتدخل لجوه وبعدين تطلع سيلز جديده بره، فكل ما تدخل جوه
الاقيها بقت راوندد ان شيب وبقت في مجموعات اكتر اللي احنا بنسميها الايزوجينيوس جروب او السيل نست. يبقى احنا كده خلصنا ايه؟ خلصنا الاستراكشر اهو، وعرفنا من الاستراكشر ان الكارتج بيتكون من بيريكورديوم وماتريكس وسيلز، واتكلمنا عن السيلز وقلنا ان هي عباره عن كوندروجينيك سيل، كوندروبلاست اند كوندروسايت. ايه رايكم بقى نتكلم في اخر نقطه وهي انواع الكارتج؟ ثلاث انواع من الكارتج: الزجاجي والالاستيك والفايبرو كارتج. الزجاجي او الهيلان كارتج ده اكتر كارتج بيقابلنا فين؟ بيقابلنا في حياتنا عموما، يعني لما حد بيشتكي من كارتج يبقى هو في الغالب بيكون بيشتكي من هايلاين، بالغالب بيكون بيشتكي من هايلاين كارتج. لما اجي اشوف شريحه في لما اجي احضر مش عارف ايه، لما اجي اشتغل فين الاقي كل اللي بيقابلني، معظم اللي بيقابلني هايلاين كارتج. ليه؟ لان نسبه الهايلاين كارتج في الجسم اكتر من اي نوع تاني من انواع الهايلاين، من انواع الكارتج. بيتميز بايه؟ زي ما قلت لكم من الاول، هو ده الكارتج المثالي، البلوش سيمي ترانسليوسنت ماتريكس كفرد باي بريكوندريم. ايوه كفرد باي بريكوندريم فيما عدا الارتيكولار كارتج او الارتيكولار سيرفيس. هو طبعا في اتجاه جميل وجديد ان احنا نسمي ده ارتيكولار كارتج، وكانه منفصل عن الكارتج الثاني بالرغم ان هو كونتينوس فوق ككارتج مش ارتيكولار، لكن لتميزه بغياب البريكوندريم بنسميه ارتيكولار كارتج. الاقي فين بقى الهايلاين كارتج ده؟ يعني في انهي مكان في جسمي؟ رقم واحد في الارتيكولار سيرفيس من الجوينت، من الموفابل جوينت، في الني جوينت، في الهيب جوينت، في الالبو، في الريست جوينت، في الفالنجيسيس، كل دي مليانه هايلاين كارتج. في الكوستال كارتج في ضلوع هنا، لما اجي اخد النفس الريبس بتتحرك، هذه الحركه محتاجه جوينت، هذه جوينت ما تنفعش تبقى موفابل جوينت، علشان كده في هنا جوينت بتتصنع مع كارتج بسميه كوستال كارتج. كمان في البيبي بيكون معظم البون بتاعت البيبي، يعني البيبي وهو بيتكون في الاول ما بقاش فيه بون، لان البون ده بروسيس كبير قوي هناخدها ان شاء الله في محاضره لوحدها، لكن او الاوسيفيكيشن يعني، لكن في البدايه بيبقى السكيلتون بتاع البيبي ده عباره عن كارتج. من انهي انواع الكارتج؟ انهي نوع من انواع الكارتج؟ الهايلاين كارتج. كمان موجود في التراكيه والبرونكاي. ليه؟ علشان اخليهم طول الوقت بيتد، محتاج حاجه ناشفه، عارف لو مصل ممكن يحصل لها كونتراكشن او سبازم، لكن علشان احافظ عليها مفتوحه لا تخضع لقوانين السمباثيك والباراسمباثيك فبصنعها من الكارتج علشان احافظ عليها طول الوقت بيتد، يبقى موجود في التراكيه والبرونكاي. موجود في النوز واللانكس نفس الفكره وبنفس الايه؟ وبنفس الحدب. موجود في الابيفيزيال بليت اوف جروينج بون، وهنشوفها دلوقتي وهنلاقيه هو اللي مسؤول عن البون جروث. طيب تعالوا كده، ده الارتيكولار سيرفيس، ده لما كان بيبي في بطن مامته كله متصنع من الكارتج، ده الكوستال كارتج اللي كلمته عنكم شويه، لما باجي اعمل نفس الريبس بتتحرك وفي هنا جوينت ما بين البون اهو وما بين الكارتج بسميه كوستال كارتج. شايفين التراكية والبرونكاي متصنعة من ايه؟ متصنعة من الكارتج عشان احافظ عليها طول الوقت مفتوحة، ودي حتة كارتج ربنا سابها لنا من ذكريات الطفولة تفضل عايشها معانا لحد سن ال 18 او 19 او ال 20 علشان افضل اطول منها اطول منها اطول منها بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعد سن ال 18 تقفل ما انتش اعرف اطول. يبقى اذا اللي مسؤول عن الطول هو مين؟ هو الهايلاين كارتج. يبقى لما اقول لك ايه الفانكشن بتاعت الهايلاين كارتج من الصور دي تقدر تطلعها، بتديني سموث سيرفيس عشان الارتيكولار سيرفيس، هي اللي مسؤوله عن تكوين البون في البيبي، هي بتعمل لي جوينت في الكوستال في الريبس، هي اللي بتخلي لي الاير ويز بيتنت طول الوقت، هي اللي مسؤوله عن هو اللي مسؤول عن الجروث بعد الولاده. دي اللي هو ايه؟ الهايلاين كارتج. يبقى الهايلاين كارتج لسه تاني هنتكلم عليه مره تانيه. معقوله؟ ما خلاص ما احنا عرفنا الكلام ده كله وعرفنا ان في تايب 2، وجود تايب 2 بقى من الكولاجين فايبر ده هو اللي خلاهم يسموه هايلاين كارتج، يعني زجاجي، يعني لما ابص عليه كده ما الاقيش فيه
فايبرز. ليه ما لقيش فيه فايبرز؟ لان الريفراكتيف اندكس بتاع الكولاجين فايبر تايب 2 هو نفس الكولكشن اللي هو نفس الريفراكتيف اندكس بتاع الماتريكس اللي متصنع منها الكارتش، فيبانوا الاثنين حاجه واحده زي الازاز. طب لو كان الريفراكتيف اندكس مختلف، هبص عليه كده الاقي في جواه حاجات، الاقي جوه الازاز حاجات باينه غريبه، علشان كده مش هيبقى ترانسلوسنت. اما هو ترانسلوسنت ليه؟ علشان حكايه الريفراكتيف اندكس دي، ان الفايبر بتاع الكولاجين فايبر تايب 2 ليها نفس الريفراكتيف اندكس بتاع الماتريكس اوف ذا كارتريدج. طبعا هنقول ان هو بيتكون من سيلز وماتريكس وبريكوندر، لكن ما ينفعش لما تسال سؤال اسي ايه هو الاورجنايزيشن اوف ذا هيلاين كارتريدج، او كاتب الثلاث كلمات كده وجاري. لا طبعا هتكلم عن السيلز بالتفصيل، عن الماتريكس بالتفصيل، عن البريكوندريوم بالتفصيل. مرة تانية الصورة بتاعتنا، ده اللي هو البريكوندريوم، ده الفايبرس لير انر سيلولار ري، ودي الكارتج اتسيلف اللي فيه السيلز عبارة عن حاجتين، كوندروبلاست وكوندروسايت. دي طبعا الكوندروسايت وهي عاملة سيل نيستس. دي الكوندروسايت احيانا تكون واحدة، احيانا تكون اتنين، احيانا تكون اربعة، احيانا تكون تمانية لو هو لو السكشن بتاعي واضح شوية. دي الرسمه بتاعت الدكتور عبير والدكتوره مها اللي بتقول لنا فيه برضه ان فيه بريكوندريوم، والبريكوندريوم عباره عن تو ليرز، وبعدين الكوندروبلاست موجوده في البريفري، والكوندروسايتس اللي بتمثل الباك بون بتاع الكارتج هي اللي منتشره في الكارتج السيلف. الماتريكس يعني في اتجاه حديث كده علشان الناس اللي حابه تخصص في الاورثو، بنقول ان احنا عندنا نوعين من الماتريكس، تيريتوريال ماتريكس اللي هي حوالين السيلنست واللي بيبقى فيها كولاجين فايبر تايب 6، والنوع الثاني ده اللي هو التيريتوريال ماتريكس. شايف غامقه ازاي؟ شايف؟ بص 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 معايا كده، تلاقيها ايه؟ تلاقيها غامقه حوالين السيلنست. دي بسميها ايه؟ بسميها التيريتوريال ماتريكس. اوكي، طب والثاني انتر تيريتوريال ماتريكس، يعني ما بين التيريتوريال ماتريكس، ودي شفناها، نشوفها تاني مره تانية اهي اللي هي فاتحه شويه دي. يبقى انا عندي الماتريكس حاجه من الاثنين، يا اما تيريتوريال يا اما انتر تيريتوريال. برضو الاستاذ روس مركز قوي مع الحكايه دي، او جارتنر، وعامل لنا الصوره الحلوه دي. الجروس اوف ذا كارتج، لا ما احنا قلناه، ما فيش داعي نقعد نعيد ونزيد. احنا عندنا تو تايبز اوف جروس، انترستيشال جروس وابوزيشنال جروس. اظن احنا فاكرين انترستيشال جروس مين اللي بيعمله بالظبط؟ الكوندروسايت. ازاي هتعمله؟ لما يحصل بروليفريشن للكوندروسايت وهي قاعده جوه الكارتليج. طيب والابوزيشنال جروس؟ لا ده من بره. مين اللي هيعمله؟ الكوندروبلاست. مين اللي هتعمله؟ ازاي هتعمل اديشن للكارتليج من بره؟ يبقى اذا عند انترستيشال جروس ده نتيجه بروليفريشن للكوندروسايت، وبالتالي هتضيف كميه جديده من الماتريكس. لكن الابوزيشنال جروس ده اضافه خارجيه من الكوندروبلاستس اللي موجوده في البريكوندريوم، ودي اضافه حقيقيه، الاثنين اضافه حقيقيه، لكن دي بضيف فيها سيلز جديده. الكوندروبلاست دي مع الايام هتتحول مره ثانيه الى كوندروسايت. يبقى ده الانترستيشيال جروث وده الابوزيشنال جروث. الالاستيك كارتج ما فيش فيه اي حاجه، احنا كده بنتكلم في انواع الكارتج اخر نقطه اللي فيها ثلاث نقط. اول حاجه الهيلاين كارتج، رقم 2 الالاستيك كارتج، رقم 3 الفايبرو كارتج. احنا دلوقتي هنتكلم عن الالاستيك كارتج باختصار، ما فيش فيه اي اضافه عن الهايلاين، يعني هو هايلاين كارتج. امال اللي ايه اللي خلاه الاستيك؟ ان انا زودت الفايبرز فيه على حساب الماتريكس، بس الفايبرز لما زودتها ما زودتهاش من تايب 2، والا يبقى ما اضفتش جديد. امال اللي زودها من ايه؟ من الاستيك فايبر. يبقى وجود الاستيك فايبر جوه الهايلاين كارتج حول الهايلاين كارتج الى الاستيك كارتج، خلاه يفقد حكايه اللي هي الكومبريسبل دي، هو انكومبريسبل اللي هو الهايلاين كارتج. لكن هو دلوقتي بقى الاستيك، بقى سهل خالص الحركه في ايدي، فبسميه الاستيك. كمان يلوش ان كلر لو هو بشوف الفريش ستيت، علشان كميه الاستيك فايبرز الكتيره اللي موجوده جواه، وبالتالي بيبقى فليكسبل اهو. يبقى الكوندروسايت ار مور اباندنت اند لارجر، اكتر من مين؟ مور اباندنت عن مين؟ عن الكوندروبلاست. اماونت اوف ماتكس قليله، ادي الاربنه، الاربنه لو خدت فيها سكشن هتبان كده، بره ده سكن واللي جوه ده سكن، واللي في النص ده هو الالاستيك كارتج. لو انا هكبر هذا الالاستيك كارتج واتفرج عليه هلاقيه نفس فكره الهايلاين كارتج، كوندروسايت
وليها بريكوندريا من بره وليها بريكوندريا من الناحيه دي. البريكوندريا من هنا كونتينوس مع مين؟ كونتينوس مع الديرمس، وهنا كونتينوس مع الديرمس، فبقوا الايه؟ بقوا حاجه واحده. لكن الكوندروسايت هنا الاحظ في فايبرز، مش معقول نقول عليها زجاجي ولا ورايق كده زي الهيالين كارتج اللي احنا فاكرينه، لكن ابص الاقي فيه شادوز جوه كده، دي عباره عن الاستيك فايبرز. ده عباره عن ايه؟ عباره عن الاستيك فايبر. يبقى ده البريكوندريا ودي السلنستس عادي خالص، لكن الاستيك فايبر هي ما يميز الالاستيك كارتج. الاقيه فين بقى الالاستيك كارتج؟ موجود فين؟ طبعا قلنا رقم واحد اللي هو الاربن. صح مع بعض كده، يبقى رقم واحد فين؟ في الاربن. رقم اتنين في الاكسترنال اريتري كانال في الحته دي. رقم ثلاثه في الاوستيكيان تيوب. رقم اربعه في الابيبلوتس. رقم خمسه في الكورنيكيوليت والكيونيفورم كارتليج اوف ذا لارينكس. يبقى انا محتاج في الاماكن دي الحاجات بتاعتي او الكارتليج بتاعتي او الاستراكشر بتاعي يبقى الاستيك. يبقى ايه؟ يبقى الاستيك. دي رسمة الدكتورة عبير والدكتورة محا، ايه اللي بنشوف فيها؟ البريكوندريا، وبعدين نبص على الكوندروبلاست، لكن ما يميزه هنا ايه؟ الالاستيك فايبر. ودي صورة حقيقية علشان نشوف برضو الالاستيك فايبر وهي حوالين السنست الفايبروكارتج. دي آخر حاجة هنتكلم فيها ونخلص محاضرتنا لو كنت زهقت. الفايبروكارتج ما هو الا فايبرس كونكتيف تيشو تحول الى كارتج، يعني هو اصله فايبر، علشان كده بلاقيه وايتش ان كلر. الحاجه الثانيه ما هوش محتاج بريكوندري، هو اذا كان هو اصلا بريكوندري، يعني هو يعني البريكوندري كان ينبغي ان يعمل له بريكوندري، يعني اذا كان هو اصلا كولاجين فايبر يبقى ما فيش بريكوندري. الماتريكس قليله، السيلز اللي هي الكوندروسايت كمان قليله، لكن موجود فيها فايبروسايت، يبقى الاقي فايبروسايت والاقي الكوندروسايتس بتاعتي قليل، يعني هو شويه فايبرس ما بيميل ناحيه الكارتج. نبص كده فعلا دي كولاجين فايبر وجواها الكوندروسايت والفايبروسايت اهي، يبقى الفايبرز هي اصل وجواها الكوندروسايت. الاقي فين الفايبروكارتج؟ رقم واحد في الانترفيرتبرال ديسك، في الحته دي فيرتبرا ودي فيرتبرا، واللي بينهم عن بعض هو الايه؟ هو الكارتج. هذا الكارتج ما هو الا فايبروكارتج. لو ابص كده عليها بالتفصيل شويه الاقيها الحقيقه عباره عن جزئيتين. الجزئيه اللي في النص دي بسميها النيوكليس، واللي بره دي بسميها انيولس. اهو الكارتج هو الانيولس مش النيوكليس. يبقى الانترفيرتبرال ديسك ده جزئيتين، الجزئيه اللي في النص بتبقى عباره عن نيوكليس، والجزئيه اللي بره عباره عن فايبر كارتج، فبسميها انيولاس. يبقى رقم واحد موجود فين؟ في الانترفيرتبرال ديسك. اظن ده قلت لكم في المحاضره او قلت للسنه اللي قبلكم ان هو ده اللي بيتحمل مطبات الميكروباص. يبقى وانت قاعد في الميكروباص كده في الكرسي اللي ورانا عمال تعمل كده، الاقي الفيرتبرال كولن بتاعك بيتحمل هذه الصدمات اللي هي الراسيه دي، بيتحملها بايه؟ بالفايبر. طب لو كان مصنوع من الهايلاين كارتج كان يحصل له، كان يحصل له فراكشر. طب لو كان الاستيك كنت هتمشي، كان الواحد هيمشي وسطه وعامل زي الايه؟ بلاش نقول. طيب يبقى الانترفيرتبرال ديسك بتتصنع من الفايبر كارتج. كمان السيمفيسيس بيوبس اللي مهم قوي اثناء الولاده في الفيميل طبعا، بيبقى مهم قوي ان انا هحرك هذا الجوينت تمبرولي يعني مؤقتا لحد ما البيبي يعدي، وبعد كده ما كنتش محتاجه في حاجه. فالسيمفيسيس بيوز بيتصنع من الفايبرو كارتلج. كمان اثناء الانسيرشن اوف ذا ماسل في البون، البون ده عظم والماسل عباره عن ماسل سيل ومعاها كولاجين فايبر. الفايبرز بتتجمع وتعمل لي التندر، التندر بقى كولاجينس فايبر. الكولاجين فايبر وهي داخله على البون بتحاول تعدل المساله شويه فتتحول الى فايبرو كارتج كواسط او مرحله وسط ما بين الفايبرس كونكتيف تيشو وما بين البون. يبقى في موجود في الانترفيرتبرال ديسك في السيمفيسيس بيوبس از انسيرشن اوف سام ليجامنتس او تندونز في البون. الانترفيرتبرال ديسك بالتفصيل سنه صغيره، هو ده الانترفيرتبرال ديسك، بيتكون من رقم واحد انيولاس، رقم اثنين نيوكليس، نيوكليس بالبوسس وانيولاس فايبروسس. انيولاس فايبروسس يعني متصنعه من الايه؟ من الفايبرس كونكتيف تيشو. نيوكليس بالبوسس بتبقى جيلاتينيس سابستنس. طب ايه يعني ايه المشكله يعني؟
مفيش مشكلة ولا حاجة، هي طول ما هي كده وهي وانا محافظ عليها وهي زي الفل قايمة بالوظيفة بتاعتها اللي هي تستقبل الصدمات الأفقية الرأسية علشان تحميلي الفرتبرا السباينال كورد اللي ماشي جوه هنا في النص، في النص هنا. اوكي، يبقى اذا دي النيوكليس بالبوزس بالجيلاتينا سيريس. الانلس فايبروسس دي عبارة عن ايه؟ فايبرو كارتج بتلف حوالين النيوكليس بالبوزس. دي الفانكشن بتاعتها وقلت لكم ايه الحكايه والروايه. لكن تعال نشوف لو حصل هيرنيشن، هيرنيشن لمين؟ للنيوكليس ولا للانيولاس؟ لا للنيوكليس، النيوكليس هي عايشه في امان الله. لو حصل هيرنيشن يعني بظت لبره بالشكل ده يبقى هي هتخرم الانيولاس وتطلع لبره. لما تطلع لبره هتلاقي فيه نيرف ماشي جنبها، هتيجي على النيرف ده شيء طبيعي. فلما تيجي على النيرف ده تعمل له اريتيشن، اريتيشن ده هيترجم عندي بسيفير بين، وهو ده اللي بيقابلني كتير قوي لحد من اول النهارده من اول سنه اولى. يا دكتور انا عندي ديسك، يا دكتور بتاع الاشعه بيقول لي عندك ديسك، ده انا عملت اشعه وقال لي عندك ديسك. جده يا دكتور ده انا عندي اعمل عمليه ولا ما اعملش عمليه؟ يبقى ايه هو الديسك؟ الديسك هو الهرنيشن اوف ذا نيوكليوس بالبوسس على حساب الانيولاس فايبروسس. لما تنزل تعمل لي ستيمولايشن او اكزايتيشن لواحده من النيرفز، واحد من النيرفز اللي ماشيين جنبها، فيديني سيفير بين. هو ده الانترفيرتيبرال ديسك. تعالوا مع بعض نلخص المحاضره في جدولين اتنين. الجدول الاولاني بيفرق ما بين الكوندروجينيك سين والكوندروبلاست والكوندروسايت. كويس، من ناحيه ايه بقى؟ من ناحيه الاوجين والسايت واللايت مايكروسكوب والنيوكليس والسيتوبلازم والالكترو مايكروسكوب والفانكشن. ده كلام مفيش اسهل منه. وهات لما تقرا الجدول ده، لما تاخد البي دي اف بتاع المحاضره وتقرا الجدول ده هتلاقي نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. فمفيش داعي نقعد نكرر ونعيد ونزيد، لكن احنا هنعرف هل في حاجه يعني مميزه؟ ما خالص، هي الكوندروبلاست هي الكوندروسايد، لكن دي اكتب اكتر من دي، مفيش فيه. يبقى الاورجن دي طالعه من دي ودي طالعه من دي ودي طالعه من دي، ايه المشكله يعني؟ دي بره ودي بره ودي في النص. اللايت مايكروسكوب دي سبيندل شيب، دي سبيندل شيب دي في منها نوعين. النيوكليس هنا اوفال هنا اوفال، مش فارقه يعني، لكن هنا اكتف قوي وهنا اكتف بس مش قوي. السيتوبلازم بيل بيزوفيليك صحيح، وهنا برضو ديبلي بيزوفيليك. السيتوبلازم برضو هنا بيزوفيليك. ده بالنسبه للسيتوبلازم. النيوكليس هتبقى هنا بيل دارك، هنا بيل، هنا بيل. الاي ام خلاص احنا عرفنا بقى الحاجات دي. الفانكشن لسه قايلين الفانكشن بتاعتهم من شويه، مفيش داعي للتكرار، لكن احنا هنطبق الجدول ونحاول نحفظه علشان يبقى كده خلصنا نص الكارتج. النص التاني فين؟ في الفرق ما بين الهايلاين كارتج والالاستيك كارتج والفايبر كارتج. اسالوا سنه ثالثه لما جبنا لهم سؤال ايه الفرق بين الهايلاين والالاستيك؟ الاجابات كانت جميله ورائعه، لكن كلها كانت بتدور حوالين ايه؟ السايتس. شاطرين بس هم اللي كتبوا لي الفرق بين الفانكشن، والشاطرين قوي اللي فرقوا بال ايه كمان؟ بالماتريكس. بنبقى عاملين الجدول ده لاول مره، فيا رب سنه اولى بقى تستفاد منه. ولو جالنا سؤال ان شاء الله يجينا سؤال في الكارتريج وايه الفرق ما بين هايلاين كارتريج لاستيك كارتريج وفايبر كارتريج بالنسبه لايه كذا وكذا 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 وكذا، ونكون عارفينه وحافظينه. ولو اخذنا الجدولين دول بجديه يبقى احنا كده خلصنا الكارتريج. في الاخر انا بشكركم جدا جدا على تحملكم للمحاضرة، وفي انتظار رأيكم يا سنة اولى. تقولوا لي ايه رأيكم في المحاضرة، هل هي كانت مفيدة، ما كانتش مفيدة، هل نقدر نطورها، هل نقدر نعدلها؟ على اي حال انا بيسعدني جدا جدا تواصلكم معايا، وان شاء الله نتقابل في المدرج علشان نقول محاضرة حلوة في البول. ولو ما كانش مضطرين ان احنا نقولها مرة تانية اونلاين. وفي الاخر بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتمنى لكم وقت سعيد ان شاء الله.